مرحبا، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله راح نشوف مع بعض طريقة عمل الاوركيد بواسطة عجينة السيراميك. هذه زهرة سبق انا وعملتها من قبل. هي طريقة شغل الاوركيد تقريبا واحدة، بس اللي يختلف القلب حقها. هذا يعتمد على نوع الاوركيد اللي نحن جالسين نشتغله، لانه بتعرفوا في اكثر من نوع. طبعا اللي ما عنده قطاعات الأوركيد ببساطة راح ياخذ قطعة كرتون ويرسم عليها صور القطاعات، موجودة هي بالنت، وأنا إن شاء الله راح أحاول أحط صورة للقطاعة بالفيسبوك للي يحب يستخدمها. راح نحتاج للإبرة. أنا اليوم راح أشتغل معاكم بلا قطاعات لحتى يكون الشغل سهل. أقلام اللي هي حق الرف، نحن نقول ترفيل. وطبعا الطوابع هايدي الكباسات اللي نضغط عليها العجين لحتى ياخذ الشكل. طبعا ممكن احنا نشتغل بهذه، ممكن نشتغل بطريقه ثانيه وانا اشتغل افرجيكم اياها. وفي عندي هون قطعه بلاستيك شكل دائري بحط عليها العجين لحتى ما يصير عندي مسطح، بس هذه مو شرط. اول شيء انا راح اشتغل الاوراق، اوكي، اخليها على جنب تنشف بس شوي ثم اشغل القلب وبعدين بنركبها. طبعا القطاعه بناخذها بورق الشفاف من الكمبيوتر. ممكن هذه نفسها الناحيه اللي عليها قلم الرصاص نحطها على عجينه سيراميك وهي مفروضه ونضغط، راح يصير عندنا اثر قلم الرصاص بالعجينه، ممكن نقطعها او اننا نقص زي كذا كرتون نحتفظ فيها متى ما حبينا القطاعات نلاقيها عندنا موجوده. يلا، طبعا هو قلب هذه الاوركيد اللي راح هون عندي انا شويه لصاق ابيض، صح؟ قلب هالأوركيد اللي راح اشتغلها كتير سهل. كل راح منه انه ناخذ عجينة زي كذا بهذا الطول، نجيب قلم حق في قلم، ايوه هو هون انا جالسة ادور عليه. نعمل عجينة على شكل كذا اسطواني طويل شوي، بس نحاول نخلي هذا الامام شكله مرتب لانه هو اللي راح يجي باين. شو راح نعمل؟ راح نجي كذا للوسط ونضغط، ممكن كده ممكن بعود خشب اي شيء دائري نضغط بهذا الشكل، اوكي، بس نحاول نعطيه شكل مقوس شوي. وسبحان الله هيدا ما بيبان من قدام، بس اذا قلبنا الورقة الوردة زي كده بيكون موجود هنا فما بيبان للكل. رح نجي على جوانب ونضغط كده بالاصبع الكبير حتى يصير عندنا بهذا الشكل. ما بعرف اذا بين عندكم ولا لا، نضغط بس شوي، اوكي، ثم راح نجي للراس. هون راح نعمل زي خط كده زي اللي نعمل غطسة صغيرة بالعجين نفسها، اوكي، هذا هو الراس، بس لازم نقوصه شوي. انا العجينة اللي اشتغل بيها هلا شريت عجين، كاتبين فيه عجين سيراميك بس سوري عجين مو عجين، شريت لصاق كاتبين فيه لصاق خاص بعجينة السيراميك، بس لما عملت منه العجين وهي بايدي بتنشف معاي بسرعة غير كذا. اوكي هذا هو الراس، اوكي خلاص هذا هو، هذا راح خليه على جنب. اوكي نتاكد انه سلك نغرسه جوات هذا القطعة السميكة لحتى يمسك معي مزبوط، لانه بالاخر هو اللي راح يشيل الوردة كلها. اوكي انا سبق وحكيت لكم عن اللصاق، فبعد ما ينشف طبعا هذه الوردة عملتها من زمان، طلعوا كيف العجينة ما بتنشف من نفس الوقت، بتفضل طرية. هي من ناحية حلوة ومن ناحية لا. فخلص هذا القلب مثل ما قلت راح نخليه ينشف كذا على جنب. هلا رح نجي للعجين، انا سبق وفردته توفيرا للوقت. رح ناخذ الاشكال اللي عملناها، طبعا هذا اللي هو اول دور اللي هو هذا، رح نحتاج منه قطعة واحدة بس، رح نحطها بهذا الشكل ونجيب الابرة. اوكي مثل ما انتم شايفين انا اشتغلت بعجين لونه سومو لانه هذا اللون اللي ابغاها انا في قلب الزهرة. بس بهذه الطريقة ناخذ ابرة ونلف على حواف الكرتون. انا هون احب استخدم الكرتون لانه بيساعد انه اقص بسرعة، بس اللي يحب يشتغل بالورق يشتغل بالورق. يلا اوكي خلاص ناخذها بهذا الشكل، هذه هي. طبعا لانه كنا قطعنا بابرة بس لازم نرجع نساوي
هنا لأنه بتطلع أخشن شوي من لما نستخدم القطاعة. أوكي، هذا أول دور أنا رح أشتغله، بعدين أرجع للأدوار الثانية. هذا الدور الأولاني أنا رح أشتغل بهذه الكباسة، أوكي رح أكبس فيها العجين. بس اللي ما عنده هذه الكباسة بكل بساطة خلوني أشتغل أنعمها شوي بعدين أفرجكم الطريقة كيف. أوكي هذه هي. طبعا اللي ما عنده هذه الكباسة كله رح يعمله انه رح يجيب الابرة او شيء يكون اغلد شوي من الابرة ويجلس بهذه الطريقة يعمل زي كده خطوط. اوكي بس مهم انه من الزاوية كده ويطلع بكل الاتجاهات. ما بعرف اذا بتبين عندكم ولا لا. اوكي هلأ بينت شوي. انا لا، توفيرا للوقت رح اشتغل بالكباسة. هذه هي. اوكي هذه طلعت معي مثل ما انتم شايفين. هلا شو رح نعمل؟ رح نجيب القلم. انا هون لانه ضغطتها بالقالب فبطلت مبينة هذه الفتحات اللي هنا، فصارت عندي تقريبا دائرية. بس بقلم رح ارجع خليها تظهر معي شوي لانه هذه التانيات نحتاجها لما نكون جالسين نشكل. اوكي هلا رح نبتدي ترفيل. طبعا هنا لازم نرفلها كتير منيح. نتأكد انه لما نشغل هذه الزوايا ما يطلعوا فوق بعض، لانه لما ندفع العجين ممكن يطلع فوق بعضه. انا هلا رح اشتغل على اصبعي، بعدين رح انزل اشتغل على كف الايد هنا لانه بيعطيني مساحة اكبر. نشغل بهذا اكبر. يا ماما طبعا هنا كل ما رفلنا كده كل ما كان افضل. مثل ما سبق وقلت هذا الطرفين نشتغل بمكان اللي نحب، ممكن هنا ممكن هنا، كل واحد وفين تشوفوه يشتغل. المهم بالاول والاخر نشتغل. هذا اللي يهمني انا. اوكي شوي زيادة، يعني رح نحاول نحصل على هذا الشكل يعني قدر المستطاع. اوكي طول ما هي لساتها ما يعني بتفرد معانا عادي نفردها، الا اذا ابتدت تتمزق او شيء وقتها خلاص نوقف. اوكي برجع هنا شوي زيادة كمان في مجال. انا كتير احب الاوركيد، من الزهور اللي احبها كتير. سبحان الله فيها اشكال عن جد مو طبيعية، خصوصا لابسة القبقاب يقولون لها بالعربي، عن جد كتير حلوة. اوكي هذه هي. انتو شايفين اليوم انا اشتغلت بهذا اللون اللي هو سومو، لانه هو نفس اللون اللي ابغاه يجي في قلب الزهرة، فلحتى ما اضطر ارجع الون بعدين اشتغلت به من البداية. بس اللي يحب يشتغل باللون الابيض يشتغل بعدين يرجع يلون الوردة كلها. بس لما نشتغل نحن بهذه الطريقة بنوفر شوي وقت. اوكي خلاص انا كده بطلت رفل معي زيادة. هلا شو رح نعمل؟ رح نثبتها على القلب اللي عملناه من شوي. هلا رح نثبت هذا مثل ما قلت. كله رح نعمله لاننا رح نجيب شوية لصاق على الورقة هنا. وناخذ هذا اللي عملناه نحاول نجيب الراس يجي يعني مو بالقاع، لما نمسك الزهرة زي كده يفضل الورق عندنا نازل. شو رح نعمل؟ رح نجي نحدد المكان اللي نحنا نبغى زي كده. اوكي خلاص، ورح نلف العجين على الراس بهذا الشكل. طلع اللصاق لأيدي بس مو مشكلة. اوكي هذه هي. هلا شو رح نعمل؟ هي بعد ما تنشف رح تنزل شوي لتحت ورح تاخذ الشكل اللي مفروض تكون فيه. المهم ان احنا نحاول من هلا
نعطيها الشكل اللي احنا نبغاه. اوكي هذه هي، هذه شو راح نعمل، هذا راح نعلقها تنشف شوي على ما نشتغل باقي الاجزاء. يلا بعلقها هون قدامكم على ما نشتغل باقي الاجزاء. هلا راح نشتغل الدور الثاني واللي هو هذه الورقة العريضة. اوكي وهذه الثالث دور، هذه راح نحتاج منها ورقتين وهذه ثلاث اوراق. هلا راح اخذ، انا اللي انا قلت لكم طلع نوع الغرق معي ما ينفع انه شكله تنعمل منه عجينة سيراميك على النار، فبتنشف بشكل مو طبيعي. مشان هيك راح اشتغل واحدة قدامكم وارجع اشتغل البقية، نرجع مع بعض ان شاء الله نشوف كيف نركبهم. اوكي طبعا طريقة شغل هذه نفس طريقة الورقة الاولى، نضغطها بالقالب ثم نرفلها شوي زي كده. هي طريقة شغل الورق كلها واحدة، لهذا انا راح اشتغل معاكم هذه الورقة ثم راح اوقف تسجيل اكمل شغل الورق كله ونرجع لحتى نشوف كيف نثبته على الزهر حقنا. نفس الشكل زي كده. يلا ننتبه اذا جاء لصاق على ايدينا فالعجينة بتصير تلصق. انا لما كنت ألصق اول شكله جا الغر على ايدي لانه ابتدت تلصق باصبع العجينة، هي المفروض ما تلصق. اوكي هذه هي ثاني ورقة، انا راح اعمل هلا الورق كله ورح نرجع لحتى نشوف كيف نركب الزهرة. اشتغلت الورق كله مثل ما انتم شايفين. الورق هذا الطويل ما نعمل له هون ترفيل كتير، بس شوي لحتى ننعم الورق. في ورقتين رح نلف راسهم لبرا زي ما انتم شايفين، وورقة واحدة بنلف راسها لجوا هي هذه. اوكي كده بتبين. في شيء نسيت ما قلت لكم يا اول، بعد ما نركب الراس على اول ورقة نجي للورقة من ورا مثل ما انتم شايفين هنا، ما بعرف اذا ببين، ونضغط شوي زي كده بالاصبع لحتى ما تفضل معانا الورقة جدا مفرودة، ولما نلصق الادوار الثانية تبان معانا. ما بعرف اذا بتبين، ايوه هون بتبين. كل اللي نعمله نجي للوسط ونضغط شوي لحتى تجمع معانا الورقة وتنزل. هلا شو راح نعمل؟ راح ناخذ اللي هو الدور الثاني الورقتين. اول شيء خلوني اعلق هذه، نحط عليهم شوي من الغراء، شكله نشف عندي الغراء هنا، خلوني اجيب غيره. يلا هنا عندنا هون الحر شيء مو طبيعي، لانه سبحان الله بيوت تكييف وهيك ما في برد، بس عن جد الاشياء اللي ينشف ينشف بسرعة. اوكي هلا بحط الغراء زي كده. هي هذه الأوركيد في طريقتين لشغلها، ممكن نشتغلها بهذه الطريقة أو إننا نشتغل كل الأوراق على سلك جدا رقيق وبعد ما تنشف كل الأجزاء نرجع نجمعها. طبعا كل واحد يشتغل بالطريقة اللي تحب اللي يحب واللي تناسبه. هلا شو رح نعمل؟ رح نجيب دور كده على جنب. تصدقوا نسيت شكل الزهرة لا عن جد لا صح صح ايوه كده لا لا بس انا بس كهما مقلوب مشان هيك اقول شيء مو طبيعي. اوكي لازم يكون عندنا هون الراس مايل لتحت ونجيب هذول الورقتين ونلصقهم هنا. خلوني اجيب اول وحده احطها كده، اجيب الثانيه كده، وبعدين ارجع اعدل شكلهم. طبعا هو اللي صعب شوي بسكت الورق هلا، بس بمجرد ما نحطها على الاطوال اللي هو هذا رح تاخذ شكل وتمسك. نحن هلا بس جالسين نحدد مكان الورق وين. لا هذا المفروض يترفع شوي، خلوني ارفعه. اوكي زي كده. هلا رح اجيب الورقه اللي راسها مبروم لبرا، اتذكر ان هلا بس الصق الورق بعدين رح ارجع اعدل وضعيته وكل شيء. اوكي رح ناخذ هذه الورقه هنا، لازم تجي بين الورقتين بهذا الشكل. اوكي نجي لاخر ورقتين، طبعا لصق هذه الجوانب من تحت بهذا الشكل لحتى تتجمع، ونقدر نلصق الورق الثاني لانه اذا ضل كده ما راح نقدر نلصقه. اوكي ها
هلا انا الورق هذا اللي مبروم شوي لبرا، شوي للساق هنا وشوي كمان هنا. الشغل بعجينة السيراميك كتير سهل صراحة. في ناس تشوف الورد وهيك ممكن تقول لا انا ما اقدر اعمله، والله انه ما في اسهل منه، خصوصا اذا ركزنا بس شوي بنعمله. اوكي، هذه هي زهرتنا هلا، بس مثل ما انتم شايفين ما اخذ ولا شكل. خلوني بس اتاكد من تثبيت الورق وراح نرجع نثبتها بلاوات لحتى تاخذ الشكل اللي نحن نبغاه. اوكي يلا دقيقة اجيب الكاب اللي راح احط عليه. هلا بنجيب كاب اللي راح نشتغل عليه. انا عندي السلك طويل، راح احاول اقصره شوي. لفيت السلك شوي لحتى اقدر اثبت على كاسة اقصر. هلا شو راح نعمل؟ راح نجيب لواتب بهذا الشكل. طبعا اول شي راح نساوي الدور اللي تنزل عليه الزهرة، بعدين راح نحط لواط بين الورقات نفسها. اوكي هذه هي، يلا تخيلوا السلك لازم ينبرم زيادة. اوكي بليز ادخلي، ما هي راح تدخل في الكاب. اوكي هذه هي وردتي، اوف حلفت ما تجلس بليز اجلسي. اوكي المشكلة إذا ما عدلنا وضعيتها دحين فراح تنشف وهي شكلها مو طبيعي. اوكي ما أعرف إذا مبينة، بتعرفوا شو راح أعمل؟ خلوني أجيب صحن تاني، لحظة بس. هاي أول مرة تغلبني زهرة في التثبيت على لوات، بس عن جد حلفت ما تتثبت، بس الحمد لله. أوكي هذه هي مثل ما أنتم شايفين، قدرت أعدل وضعيتها. مثل ما انتم شايفين هنا الورقة اللي نحن حابين تجي مرتفعة عن الثانية، نحط بينها شوية لواط او قطن، او المهم انه ما تكون شيء قاسي لحتى ما يخرب لنا شكل الورق نفسه لانه لساته طري. خلاص انا هذه راح خليها تنشف بدرجة حرارة الغرفة، لانه في اللي سألوا علي قالوا لي اذا بنحتاج تثبيتها بالفرن لا، بس نحطها عادي باي مكان المهم ما يكون في شمس، نستنى عليها تنشف تماما ثم نرجع ان شاء الله نشوف طريقة تلوينها. وراح نلون بالوان الزيت، بتعطينا نتيجة كتير حلوة مثل ما انتم شايفين هنا. يلا الله يسعدكم يا رب وثانك يو. واكيد اي سؤال انا حاضرة ممكن على اليوتيوب او على صفحتي بالفيسبوك. الله يسلمك يا رب وثانك يو، باي باي.